زيك فن تبع الموجة. أنا أون سلام، أهلا بكم. أش قولكم في النموذج التونسي كيفاش يبدع البارح في كأس إفريقيا؟ أي نعم خويا، الاستثناء التونسي هو اللي هبط يكور البارح، ويتمثل في أني البلاد هذه ديما تسلكها بعشرة الحاكم، ديما في كل شيء. لا تقعد ديكتاتورية كما كانت، ولا تولي ديمقراطية على قاعدة، لا هي إسلامية لا هي علمانية، لا تحارب التهريب على قاعدة لا تسيبه على قاعدة، ولكنها في كل الحالات تسلكها. لا تفلس، لا تصير فيها حروبات، لا تخسر شركائها، لا والو. البارح صار نفس الشيء في الكرة، تونس لا تربح لا تخسر، أما تترشح، قادرة تترشح بثلاثة تعادلات إثرى ماتشوات بلا طعم ولا لون ولا رائحة، وديما تسلكها في الدقيقة 90. شوف حكاية الانتخابات مثلا، البيجي لازمه يصحح الأمر متاحها قبل 6 جويلية، يعني ماكسيموم بعد غدوة، وعندنا جمعتين موسوسين لما يصححش، وجمعة خايفين لما ينجمش يصحح. البارح يخرج لنا مستشار السياسي يقول لنا اللي كان فما شكون معمل اللي الرئيس باش يوخر الانتخابات قولوا له يمضمض. هاو الكليف هانجر على قاعدة السوسبانس التونسي الأصيل، وتصبح الصحافة اليوم تطمن فينا تمديد حالة الطوارئ ودعوة الناخبين للاستحقاقين، الختم جاهز والرئيس لن يتخلى عن مهامه الدستورية. أيا بارك الله فيه، هو الحق متاع ربي، أنا ما كنتش خايف على حالة الطوارئ خاطر هذيك خانقينوا عليها الجيش والأمن، وهنا توا تهنينا على الانتخابات اللي نورمالمون نخنقوهم عليهم احنا، اما نحن عادة حكاية اخرى. وللامانة لازم نقولوا اللي احنا زادة كشعب ناخذوا عشرة الحاكم راه اي ورس خويا، تو عندنا قريب 5 سنين من اللي انتخبنا الجماعة، وما زالوا لتو ما خدموش دروسهم من خويا، من غير ما نخلطوا للتنمية والتشغيل ومحاربة الفساد وهك الكلام الكبير. حتى طرف المؤسسات اللي من واجبهم يركزوها احتراما للدستور ما عملوهاش، لا هيئة مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة، لا الهيكة الجديدة، لا أهم واحدة فيهم على الإطلاق، هاي الجرائد صبحت تذل فيهم عليها، لا بخيس كاتبة ميز ان بلاس دو لا كور كونستيتيوشنيل ابخي لونليزمون لورجانس، رسائل المحكمة الدستورية بعد الوحلة نمشيو للورجانس، ولا بعد التكركير الزربة. فوالا هذه هي. والمغرب قلت لكم تنكست عنها الأغلبية في مسؤولية إرساء المحكمة الدستورية، ثم جابت رئيس اتحاد القضاة الإداريين يتحدث عن إمكانية انتخاب البرلمان لأعضاء المحكمة الدستورية فيما تبقى من عهدته، عبث سياسي داخل مجلس نواب الشعب حال دون تركيز المحكمة الدستورية اللي من غيرها هي هك الدستور نجمو نفرحوا بيه 4 دراج قبل ما نبلوه ونشربوا ماه بكل سرور، خطر القوانين الظالمة والزبالة متاع بن علي باش تقعد سارية المفعول حتى لين يبدلها البرلمان، يعني يا من عاش، خطر المحكمة هذه هي اللي تحدد شنو اللي يوافق الدستور وشنو اللي خاطيه، هي اللي تلزم الدولة أي البرلمان والسلطة التنفيذية باحترام الدستور، هي اللي تحسم بين السلطات والأحزاب والخبراء أذوكم وقت اللي يختلفوا في تأويل أحد أو بعض فصول الدستور. بالعربي هي القاضي اللي باش يطبق القانون اللي هو الدستور. تخيل يعني يبدأ عندنا قانون أما ما عندناش قضاة باش يحكموا به، ولا بوليسية باش يسهروا على احترامه، أما في نفس الوقت تبدأ البلاد ماشية ما هيش مريقلة لكن ما هيش مدقدقة نون بلو، ماشية بعشرة الحاكم، وسطية قال الراجل، توافقية معتدلة، عرفتوها الأيام تاع لويزا تاك أكيكا حسيلو. صحيت تونس صحيت، واصل إن شاء الله يجي نهار وتعمل شخصية كيف ندادك يا خويا، دوب العام ولا حتى زوز ميسالش، المهم معمل شخصية يا رسول الله، احسم حتى في شطر ملف،
الى متى باش نقعد لك تونس؟ سي با بوسيبل.